يجب على الإخوة قراءة القرآن دائما، لأن القرآن هو كتاب حركة، هو كتاب ثورة، هو كتاب جهاد، هو كتاب توجيه، توعية، ترشيد، يعني رشد، رشد الفكري. ويجب على الإنسان أن لا ينسى شيئين على طول حياته، في زواجه، عند موته، في كسبه، في ثورته، في حربه، في سلبه، شيئين: الله، لأننا من الله وإلى الله، والله مشرف علينا سميع بصير، مهما عملت فالله يسمعه، ومهما عملت فالله يراه. دائما الإنسان يجب أن يكون الله نصف عينه. هل يرضى الله بهذا الطريق أو لا يرضى؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، هو أقرب للتقوى. الله يقول حتى في ساحة الحرب فكر العدل مع عدوك، هل هذا الذي تفعله صحيح أو مو صحيح؟ يعني لا تنطلق عن غضب، لا تنطلق عن شهوة، لا تنطلق عن حب الدنيا ما أشبه، بل انطلق عن أوامر الله تعالى. يجب علينا أن لا ننسى الله في كل أمورنا. الشيء الثاني، يجب علينا أن لا ننسى الموت. يوم يأتي كلهم تحت التراب. منو قال إحنا ما سافرنا واصطدمت سيارتنا وكل مت؟ منو قال الأخ بعد 40 سنة يموت وأنا بعد يوم، والأخ بعد سنة، والأخ بعد 5 سنوات، والأخ بعد 10 أيام؟ ما كده. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فمن الضروري على الإنسان لا ينسى الموت. إذا أنت خير في الحياة الدنيا، مطيع لله ولرسوله، متبع لأوامرهم، مطبق لوصاياهم، خير دائم إلى الأبد، خلاص معه. وإذا والعياذ بالله إنسان في عمله زيادة أو نقيصة أو خلاف الله وخلاف رسوله، بشر لا خير بعده. في كلمة للإمام من المؤمنين يقول: الموت يأتي بخير لا شر بعده، أو بشر لا خير بعده، بعد دائم.